النهاردة المواطن العادي برضو قد يكون عنده تساؤلات، هي محطة الضبعة النووية تضيف لي أنا في حياتي اليومية، في أعباء الحياة، في التكاليف الاقتصادية، تضيف إيه؟ طيب احنا أنا في كلامي قلت إن هي دي مستقبل القوة لمصر. مستقبل القوة يعني إيه؟ يعني دولة تعتمد على نفسها، قرارها من راسها، معلاش ديون، مع عملة صعبة، بتنتج منتجات تنافس المنتجات العالمية. سواء أنا بقولها هو بكرر، سواء في المجال المدني والمجال العسكري، لأن أنت عشان تبقى إيه؟ إحنا كنا في يوم من الأيام إمبراطورية، مصر دي كانت إمبراطورية. أما تقروا التاريخ نعرف يعني إيه مصر، يعني اللي بيحصل دلوقتي ده الواحد مش مستوعبه. يعني مصر دي لازم يحترموه، كانت إمبراطورية في يوم من الأيام وهتبقى إمبراطورية تاني، وسبب قوتها عشان تبقى إمبراطورية هي التكنولوجيا النووية. وطالما بدأنا فيها هنوصل إن شاء الله بالعقلية المصرية الجبارة اللي ما فيش حاجة زيها. يعني إحنا نتميز عقليتنا عن أي عقلية في العالم، وأنا ليه تجارب من كده. إحنا عقليتنا كمصري تتميز عن أي عقلية في العالم مهما كان نوعه ولا كان صنفه. طب ليه روسيا بقى تحديدا؟ يعني إحنا على مدار التفكير في حلم الضبعة النووية أو المحطة النووية، عدة دول تقدمت بأدلت بدلوها أو طرحت مقترحاتها، اشمعنى روسيا اللي اتفقنا معاها؟ لا، ما اللي يده في النار بس اللي يده في المية. انتوا بتقروا من الجرايد، والجرايد بتكتب ساعات غلط. يعني الجرايد أنا ساعات الإعلاميين أكلمه واكتبها له وليها كتبها غلط برضو. لا بس حاك معانا دلوقتي تقول كل حاجة موجود معانا يعني، وعشان كده ساعات أقول لهم ابعتوا لي الحاجة أرجعها قبل ما تتنشر. يعني فالناس بتقرا من الجرايد ومن التلفزيون حاجات كحقائق كتير مش معروفه. احنا البرنامج النووي المصري بينام عبد الناصر وهو بيتحارب، لان ده مصدر قوه بشع. طبعا مفيش قوه، محدش عايزك تكون قوي، مش حد عاوزك تبقى قوي في اي مجال. صحيح. وعشان كده تلاقيهم اغتيالات لبعض العلماء بتوعنا، للعلماء المتمزق اغتيالات في اي مجال. انت مش عاوز تبقى قوي، مش عاوزين يبقى هنا في، هم عاوزين يبقوا متفردين بقوة. لو يطولهم ان الشعب المصري يقعد على الساحل الشمالي طول النهار ويجيبوا له ثلاث وجبات يتمنوا كده ويبقى مستهلك، لكن احنا مش كده. احنا كمصريين احنا شعب منتج يتمنى بس توفر الظروف. يعني انا بقول ساعتها كنا امبراطورية، فان شاء الله هنرجع محطات نووية. احنا اتحاربنا وكانوا اللوب الصهيوني بيقف قدامنا عشان ناخدش محطات نووية. يعني عندنا محاولة سنة 64 ايام عبد الناصر. أيوة. وفشلت مع امريكا، و74 ايام السادات وفشلت مع امريكا، و79 مع فرنسا وفشلت، و83 عملنا مناقصة عالمية كبيرة. أيوة. اكبر مناقصة، و83 86 كنا انتهينا، وكانت المانيا هي اللي هتاخد الموقع تبع وتبني المحطة، وقفوا المشروع بحجة ان الرئيس مبارك بحجة تشارنوبل، حادث تشارنوبل، فكلها حاجة جواهية. السكة الوحيدة اللي تبدي منها يعني احنا فرنسا كنا بالامر المباشر، لكن السكة الوحيدة ان تشتري مفاعل نووي لازم تخدم الامر المباشر. ما تقدريش تعملي مناقصة، عشان كده يحسب النهاردة للرئيس فالامر المباشر اما طرحنا على فرنسا وقف. الدولة الوحيدة اللي تقدر تديك محطة نووية بالأمر المباشر زي ما عملت معاك في السد العالي، ما أمريكا رفضت تبني السد العالي أيام عبد الناصر، مين اللي بناه؟ روسيا. كان رفض يديكوا سلاح، مين اللي أعطاك السلاح؟ روسيا، حاربت بيه في 73 وانتصرنا. فالدولة الوحيدة اللي تديك محطة نووية روسيا، دي عطتها لك وعطتك قرض. صحيح، وده اللي احنا شايفينه النهارده، ده واحد من ثمار التعاون بين مصر وروسيا. تمام.